خير، ازيك يا بطاطا؟ عامل ايه يا بطاطا؟ جاي امي جاتك تعمل المطبخ عندي. تعالى يا بطاطا شوف عندي ايه واعمله لي. ما عندكش حاجه؟ لا عندي فوق. ازاي ما عنديش حاجه؟ انا علمك انا ما اعرفش اخش مطبخ من مطبخ اخواتك واطلع حاجه ابدا، حتى مطبخ صدفه شوف قد ايه، يمكن اكتر شقه بقعد فيها ولا اعرف فيها اسم لحد. لا يا بطاطا دي شقتي انا هنا، يعني سيبك من هنا دي، خليكي في هناك كده. خليها في هناك. تعالي هنا. عايز تعمل ايه؟ تطبخ تتعشى وتتغدى؟ اتغدى انا. الله، عندك رز بسمتي؟ انا عندي رز بسمتي. فين ده؟ ده ايه ده؟ ده اسمه ده؟ جوزة الهند. بس بايظه يا محمد. لا لا، ما فيش جوزة الهند صفرة. يا ما دي جايه من بره، في بيضه وفي صفرة. عندي بيضه وصفرة، دي جايه من ساعه ما جبتها لونها اصفر. دي من بره دي يا بطاطا. في جوزة الهند صفرة يا جماعه، دي لونها مسفل. هي كده جايه حطها جنب التيشيرت، هي التيشيرت واحد. لا مش قوي، هي جايه كده يا امه. ماشي، هي لونها اصفر من زمان. طب يلا يا عم انا اشوف هتاكل ايه، اعمله ايه. عايز تحط حلي ولا ملح ولا حلو ولا في عندك شعريه؟ طب ادي اللي انا جايبه لك، انت طالع لك بزياره. انت جايبه لي حاجه؟ جايبه لك حاجه في طبق مغطي. والله قول لك معلقه. الناس اللي امبارح بتقول لي ابو احمد ضرب البتاع، ما حدش ليه فيه، لكش هطلع من غير هدوم. كش فيه انا ما بطلعش قاصر. نعم يا امه. عايزه هين معالق يا امه. ايه ولا معلقه؟ اهو يا بطاطا. ازاي ايه ده؟ بس معلقه واحده. هو الباقي ده هينزل عندك. مين ينزل عند مين؟ هتحطيه في 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 غساله الاطباق. مش هتغسلي ايدي. انا حجزت الساعه 10 بالليل اول طياره. فين البلد اللي تودي؟ ماشي، حجزت اول طياره اطلع. تعالي اهربي هنا. لا مين اخلى، ده انا عايز اهرب من العماره بحالها. والله العظيم يا امه اقسم بالله مش لوحدك. ادعوا لي اهرب من العماره بحالها. معلقه انت جايبه ايه؟ نشوف هي جايبه ايه. جايبه ايه يا بطاطا؟ فضلة خيرك، حذروا فذروا. اوعى وشك. يا كريم كراميل. ماشي، ده العيش الكريم كراميل. كنت صايمه النهارده. اصبري بقى. ما عرفتش اكل. انا ما اعرفش اصور بستاند يا جدعان. انا بمسك التليفون. اجيب لك ستاند؟ لا، عندي واحد جوه مكسور. ايه ده؟ الله سم الله. ناس كتبت لك في الكومنتات يا محمد ما تقمرش العيش عشان بيجيب امراض. ساعة ما اتولدت بقمره. لا خلاص الحق نفسك ما تقمرش. لا حلو. الله تحفة. انا بحب العيش متقمر بصراحه. بتحب الكريم كراميل بتاع امك بتاع الشارع؟ لا، امي. امك سمها الشارع ده بيبقى لونه تحس فيه نشا مجير لي كده ومبيض. صح، سهل جدا. انا عملت صورته يا جماعه، بس بصراحه النفسيه مش مرتاحه، ماليش نفسي انزل فيديو. والله تعبانه يا والله. وانا يا اما ماليش نفسي اصور. بقول لك احنا مش هنعمل حاجه بصراحه، مش نفسي ان انا انزل حاجه خالص. انا ما زعلانه جدا جدا ومصدومه، وبدل حبايبنا بتوع غزه والله العظيم الواحد متنكد جدا عليهم. وعندنا ظروف برده محدش يعلمها غيرنا. ربنا بقى يفك كربنا يا رب وكرب الناس كلها. تاكلي كم كراميل ياما؟ وصبر غزه على اللي هم فيهم. طب انا صبر غزه على اللي هم ايه يا عم؟ ما احنا لو ما عملناش اكل ايه هتقضيها انت من الشارع؟ لا، هتصل بيك ثلاث اربع مرات طول الليل. لا والنبي سيبنا، انا المزاج مش فايق، ولا المزاج فايق ولا رايق، وبقالي كام يوم ما بنزلش وماليش مزاج. عندك نسكافيه؟ انا كنت صايمه النهارده يا جماعه، النهارده الاثنين كنت صايمه، بس بصراحه ما اكلتش، يعني ماليش نفس بصراحه، حزينه كده، فعايزه اشرب نسكافيه. عزمنا على مشروب غريب. اعمل لك مشروب غريب دلوقتي؟ مشروب غريب بس يكون يتشرب. سخن ولا ساقع؟ ايه؟ لا انا ما بعرفش، يعني لو ساقع يكون خفيف، بس ما يكونش كريمات بقى وقشطات بقى وحاجات. لا لا لا، عشان العمليه برده يا محمد. بارد ولا سخن؟ والله اللي انت شايفه. اعمل لك كركديه. لا عندي تحت كركديه. اعمل لك قهوه عربي. قهوه عربي؟ قهوه عربي سخنه ولا ساقعه؟ سخنه. اللي هي بتتغلي دي؟ انت بتغليها وبتسيبيها وبعد كده بتصبيها. لا، لو عندك لبن ايه؟ لا، ما الحاجات دي ممنوع عندنا. عندي زنجبيل. عندك عروض محمد؟ عنده عروض الرايه. ايه اللي عاجبك في العروض دي؟ هتنزل تجيب عروض ايه؟ دي من اللي جابها عندي، بس ما اعرفش ان هي هنا. ايوه، كوفي ميكس اهوت. شربنا بقى. قلت لها ماتت يا امه الكراسه دي من زمان. طيب شربنا. شوف انا غاليه. مين جايب الغاليه دي؟ مشان عصفور. طب شوف هتاكل ايه؟ هتطبخ ايه؟ هتعمل ايه؟ لا في مش في الموزه. موزه عند مامته. اروح اشوف لك ايه في الفريزر؟ تعالى وريني ايه في الفريزر. يا فريزر، هات في الفريزر. اكلت الكريم كراميل؟ لا لا.
طبق فاضي خالص اهو، بيقول لك ما اكلتوش. ربنا يا رب يفك الكرب بتاعهم ده بصراحه، والله العظيم يعني الروح الزعلان متحصل. نعم ايه الكبده اللي عملتها؟ نعم وفي كيس فوق. ابعد عني ابعد عني، مشتاق ابص الاكل. طب امال ايه هات اللي في الفريزر اعمله لك يا ابني؟ اعمل لك انت، انا مش عايز اكل. هات اعمل لك كبده. لما لسه اعملها من يومين اخد حاجه اعملها لك تحت. اوكي ما افهمش شيء حاجه في مطبخك نهائي. يعني ما تفهميش حاجه في مطبخك؟ مطبخك ما اعرفش في حاجه، انا نفسي ما اعرفش حاجه. يعني انت مش تعملي اكل يعني تحت في بيتي؟ لا تعملي هنا. بص المطبخ نضيف ازاي، بص البوتاجاز فوق. ما المطبخ نضيف، وانا كل ما عاوز كيس ملح اقول لك يا محمد تعالى هات الفلفل، هات علبه الملح. في علبه الملح معروفه ان هي علبه ملح. فين البصل؟ ما عنديش بصل. فين الجيران؟ جيران؟ اه لا ما فيش حدش من جيران، محدش بقى يشحط بصل خلاص. الله يا تاكل. محدش بقى بيشحط بصل. بقى بكام دلوقتي؟ انت عارف ياما الحاجه الوحيده اللي تفقرك من البيت انك لو شحطت الملح لغيرك. لو حد قال لك عايز شويه ملح، لو جه حد قال لك هات شويه ملح من بيتك، انزلي اشتري له كيس ملح وما تديلوش شويه من البطرمان عندك. ده بيعمل زي طاقه سلبيه، بيجيب النحس على البيت، يجيب الفقر. كانك بتديله من رزق البيت او من خير البيت. فقرانة يا عم. عشان كده مش هنشحط ملح. البلد كلها فقرانه، ناس بس تكفي نفسها بس اهم حاجه. لا ما البلد مش فقرانه والله، الدنيا ماشيه زي الفل، مع ده شويه حلوه مع ده وحشه، والحلو بتبقى معاه وحشه، الحلوه بتفضلش حلوه معاه. الحمد لله ده احنا احسن من غيرنا يا جماعه. ما عشان بقى نشكي همومنا، كفايه ان احنا بننام. والله العظيم كفايه ان احنا بننام مرتاحين، دي بالدنيا ما فيها يا محمد. الحمد لله يعني كفايه ان احنا في امان الحمد لله. طب انا عايز اكل. طب هو بيقول انا عايز اكل وقال لي اطلعي اكليني. اكلك اكلتك اللي عندي كريم كراميل. احنا ناس مرضانين ما بنعملش اكل. احنا عاملين عمليات ما بناكلش. يعني انت شوف تيجي اعمل لك العمليات كان الحشر زي الرز وبناكل. انتوا عملتوا عمليات سديتوها علينا، انا مش ذنبي. تيجي اعمل لك تكميم يا حماده؟ تكميم منين؟ ياما انا بطني مش محتاجه تكميم. عندك كرش؟ كرش ايه ياما؟ ما كرش فين؟ مفيش كروش ياما، دي ميه. وانا عندي محمد انت اتخن مني يا محمد. اتخن منك ايه ياما؟ مفيش كلام. بص دراعي ياما، بص ايدي مفيش، انا ايدي رفيعه. تكميم ايه وفين ياما؟ مفيش ياما، الكاميرا اللي بتتخن. بطني اهي. طب نزل بطني اهي. نزل اهي والله مفيش يا عم. نزل يا عم، ده الناس في ناس بتتكسف. ده ايام الجيم كنت بلعب جيم، كنت صدري عريض شويه بس ما. في ناس بتتكسف عيب كده. تتكسف؟ ما في فالينا تحت ياما اهي. غطي يا عم. ما في فالينا والله يا عم، غطي يا عم. امبارح يشوفوني بالشورت يا جماعه. ما تركزوش ما تركزوش، خليكم في الوصف وما تركزوش. مثلا يعني ظهره بان مثلا مع التيشيرت البوكسر. مش قصدي يعني انا ما اعرفش. اه مش قصدي، محمد محترم جدا يعني، مش قصدي يا جماعه ان هو يعني يضايقكم ولا حاجه. يعني يا عم الناس مالهاش دعوه بالمشاكل دي. هتاكل ولا مش هتاكل ولا انزل؟ انا بتفكر ان انا انزل. روح اجيب اكل اهو، اصبري بس كده. روح اجيب اكل. هتجيب اكل ايه؟ عايز يا محمد عايز ايه؟ عايز الكرسي اللي عندك ده يا محمد. الكرسي ده ايه ده؟ ده كرسي ولا مثلثة؟ ترابيزة. هات اللي انت عايزه. بص انا اقول لكم حاجة، هاخد الأكل منه وهعمله تحت. أيوه باشا بشوية. هات عايز مكرونة بشاميل؟ هات اللحمة. اداني كيس مكرونة قلم، معنى كده إنه عاوز مكرونة بشاميل. اللبن واللحمة. أيوه واللحمة. يا حلاوتك يا جمال. وادي اللحمه. ايه ده؟ ماشي حالك بيها، اعتبريها لحمه. ده كبده بس المكرونه انا مش تنفع مع الكبده. انا اسكت. طب بالله عليكم يعني انا هشوفه قد ايه؟ ما اجيش تمن كيلو اعمله لك ازاي؟ خد يا عم انا اديك من عند انا. ده خدي معاكي بالمره بقى عشان ما يقعدش. خلاص شيل المكرونه دي. مش تعمليها؟ في يوم في يوم في يوم من الايام. اسلق المكرونه وعصج اللحمه واندهله. طبق لك المكرونه. انا عايز في يوم من الايام. ايه يعني؟ مش بكره ولا بعد، انا في يوم من الايام وقلت اخش معاك حد اكل ولا ما خدتيش ولا عملت يوم. والله يا جماعه عندنا ظروف بصراحه، ربنا يفك كربنا بجد يعني. بصراحه بيضحك كده بس عشان خاطر ما يكتئبش اكتر من كده. المهم اعمل لك الكبده. ماشي. يا بدريها بلحمه. ما فيش لحمه، شحدنا اللحمه كلها انا وده ما ناكلش. ما علينا، اعمل لك الكبده. وايه كان بقى؟ تاكل مكرونه محمره؟ ماشي محمره. هو شكل كده هتطبق ايه؟ اخر طبق فول. بطاطس. اخر طبق فول. لا الفول من يومين كلته اللي بعتيه بالصلصه قلب معدتي كله وجبت كل اللي في بطني. ثاني يوم سخنته وكلته. انت عايز تخيط الحجاب الحاجز يا محمد؟ خيطه. حاضر اوديه للترسي.
اعمل لنا الحجاب الحاجز، طالما عنده حموض على طول يبقى الحجاب الحاجز تعبان عندي. لا انت وصدفه خيط الحجاب الحاجز. خلاص اتفق لكم على الدكتور وخيط الحجاب الحاجز. ماشي ماشي. طب خلاص انا هنزل انا هنزل خد المكرونه بقى دي خلاص مش عايزاها. هتعملي لي ايه؟ كده بس. لا مكرونه محمره بكبكه. لا مكرونه محمره اه وبطاطس محمره بقى جايب لك بالخساره كده وكده. طب ابعت لي هات لي الزيت وهات لي البطاطس وانا اعمل لك الزيت. هو في الطاسه تاخدي ولا تاخدي الازازه؟ ايه الزيت في الطاسه تاخدي ولا تاخدي الازازه؟ خلاص يا عم ولا دي ولا دي خليه مش هاخد شمس انا بزيت سايب. خلاص عايز قرنفل او النبي عايز اشط قرنفل. عايز حبهان؟ حبهان عندي حبهان بس ما عنديش قرنفل. عندي زنجبيل كتير قوي ياما لو عايز. عايز شط زنجبيل اه حلو الزنجبيل. وعندي ايوه هات الازازه الخضراء انت زقتها دي. وعندي سماق. هات السماق وقت الطحينه. عندي سماق. بس دي طحينتي ب 45 جنيه ايوه. وانت عايزه ايه تاني؟ زنجبيل. عندي زنجبيل كتير. ابقى عبي لي شويه زنجبيل وابعتهم. بس انا هنزل انا يا جماعه بقى كده. بس يا محمد كده الكبده دي هعملها لك. بقول لك ايه؟ اعملها بفلفل كده تاكلها بعيش. بعيش مكرونه. خس. مكرونه محمره وبطاطس ومش عايز كبده. عايز مكرونه بطاطس بس. عايز خد الكبده مش انا خدها. عايز خد خد الكبده خلاص. ياما عايز البروتين ياما مع الاكل. هرجع الكبده. ترجع الكبده ولا اشوحها لك كده وتقطعها لك ترانس. ما بيصبرش عليا ابدا انا امه ما بتصبرش عليا. قولي يا اعملي رقبه باللحمه. وفين اللحمه؟ كده امسكي بس كده. طب مسكت الرقبه فين اللحمه؟ اعملي رقبه. طب ماشي فين اللحمه؟ ماليش فيه اتصرفت. طب بالله عليكم يا جماعه النهارده الاثنين واحنا دلوقتي حاليا الساعه 8. الجزار فحت تاني. ابعت ماشي ابعت ابعت عنتر يجيب اللحمه ويلا. ماشي اعملي لنا رقبه. انا هنزل يا عمي. السمبوسك اللي بعتيه من كام يوم الجلاش آه. عجب ابني آه. ما اكلتوش ما عجبنيش. كان في طعم كده تحس السمنه ما كانش فيها حاجه ما عجبنيش الطعم. لا هي اللحمه حدقت حطيت جزراية. لا طعمها وحش قوي وما عجبنيش. طب خلاص مش هنعمله خلاص. غيرت طعم الجلاش وديته في 60 داهيه. طب ما انت قلت ما دقتوش ليه؟ ما انا دقت حته منه وحش. معلش الاكل بتاع ياسمين امبارح اللي بعتته اه انا قعدت اكلت معاك آه. يمين بالله ما لمسته. ليه بقى؟ الرز ما عجبنيش طبعا. اه. وفي طعم غريب في البطاطس. هو في طعم غريب في محمد. انا جاي اصبر. في طعم غريب في محمد نفسه، الشخص نفسه يا جماعه هو اللي معيب. بيقول لي طعم غريب، انا برجع، انا عندي حموضه، لا هو اكيد عنده مشكله. انت عندك مشكله لازم نحلها. لمسته؟ ما هو يا جماعه اكيد عنده مشكله. جاي طبق الرز زي ما هو اهو، خدت معلقه ما عجبتنيش، خدت حته بطاطسايه بصوا بفراخه. الطعم اكل امبارح اهو. ولما كنت بقى بتصور مع ياسمين في الفيديو عندها تحت انا ما اكلتش، قعدت معاهم شويه وقلت لهم اطلع عشان كنت لسه واكل. الهك فيك. بصي والله ما لمسته، لا ما عجبنيش الاكل بصراحه. اما انت ما بيعجبش اكل انا اللي عامله، اما انت ما بيعجبش والله انا اللي عامله. اما انا مش بيعجبك الاكل بتاكل عندنا ليه؟ يا ست ما عجبنيش انا مش هاكل غصب عني. خلاص انا هعمل لك ايه؟ يلا انا هنزل. ماشي هنزل يلا. اما اشوف بقى ايه هفكر كده. امي طلعت تعمل لي الاكل. خدت اكل ونزلت. خدت الاكل ونزلت. هو عايز كده سلام عليكم.